لطالما كان الأكراد يحلمون بكيان خاص بهم، معظمهم يقول أن التاريخ لم ينصفهم ولم تنصفهم أيضا القوى العظمى التي قسمت أراضيهم بين الدول المجاورة. اليوم نشر المركز الكردي للدراسات في ألمانيا خريطة يفترض أنها تمثل حدود الدولة الكردية التي قد ترى أو لا ترى النور، خريطة أثارت الكثير من اللغط والجدل لكونها لا تلقى إجماعا حتى في أوساط الأكراد أنفسهم، خريطة تضم أجزاء واسعة من تركيا والعراق وإيران وسوريا. فهل هي مجرد استشراف لمستقبل بعيد أم بداية الطريق لتجسيد أحلام شعب بأكمله؟ الدولة الكردية بداية الحلم خريطة، موضوع حوارنا الليلة على سكاي نيوز عربية، ونستضيف فيه من بون في ألمانيا مسؤول العلاقات العامة في المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية ياسا الأستاذ عارف جابو. معنا أيضا من لندن رئيس المؤتمر الكردستاني الدكتور جواد الملة، ومعنا من اسطنبول الكاتب الصحفي التركي مصطفى أوزجان. بإمكانكم أيضا المشاركة في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك. مرحبا بالضيوف. دعني أبدأ معك أستاذ جابو في بون، مساء الخير، كل عام وأنت بخير. بداية، هذه الخريطة التي نشرتموها في المركز تمثل إقليم كردستان سوريا، أليس كذلك؟ كيف أولا توصلتم إلى هذه الخريطة؟ من الذي كلفكم بإعدادها؟ وهل هناك يعني نوع من الإجماع أو القبول على الأقل في الأوساط الكردية لهذه الخريطة؟ نعم، مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. أستاذ الكريم، بداية، هذه الخريطة ثمرة عمل دام نحو 6 أشهر، وهي مرحلة أولى من الخريطة، هي لم تكتمل بعد. قمنا بوضع هذه الخريطة نحن في المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية ياسا بالتعاون مع مختصين ومهتمين في سوريا وفي ألمانيا أيضا من المركز ومن خارج المركز، وكانت لنا اتصالات مع أناس في المنطقة وهنا أيضا مع المختصين. وقمنا بوضع هذه الخريطة بمبادرة منا، وذلك اعتمادا على التوزع الديموغرافي والسكاني للأكراد في سوريا، بدءا من أقصى شمال الشرق في مدينة عين ديوار حتى في أقصى شمال الغرب في منطقة جبل الأكراد في عفرين، مرورا بمنطقة كوباني التي تم تعريبها إلى عين العرب. هذه الخريطة هي ليست عشوائية، وكان نحاول أن نعتمد فيها أقصى الدقة حيثما يكون التوزع الديموغرافي للأكراد الأغلبية الكردية في تلك المناطق. إذن هي تمثل المناطق الكردية في سوريا، وقمنا بوضع هذه الخارطة بمبادرة منا نحن كمركز كردي للدراسات، بوضع هذه الخريطة لكي تحل بعض المشاكل أو لتجيب على بعض الأسئلة التي يتم طرحها حول التواجد الكردي والمنطقة الكردية، أو كما تسميها أنت الإقليم الكردي، أو يسميه البعض إقليم كردستان سوريا أو غرب كردستان. الآن ليس هناك يعني اتفاق، لا نقول الآن التسمية، ولكن هذا يعتمد على التوزع الديموغرافي، وتم اعتماد ذلك كما قلت على مختصين في وضع القواعد في المركز. دعني أسألك أستاذ عارف، يعني أنت تقول أن الخريطة ليست عشوائية، أن هذه المنطقة، نعم، هذه القرية، هذه المدينة تقع في المنطقة الكردية وذات أغلبية كردية، طيب، اعتمادا بالدرجة الأولى على العامل الديموغرافي. واضح، أنت تقول أن الخريطة ليست عشوائية وأنكم توخيتم الدقة في وضعها. ما هي مساحة هذا الإقليم؟ لا توجد مساحة بحسب معلوماتي لهذا الجزء الجغرافي المخصص للإقليم. نعم، هذا صحيح، نحن توخينا الدقة، وكما قلت في البداية هذه المرحلة الأولى من الخريطة. الآن نشرنا هذه المرحلة الأولى، نحن بانتظار الإجابات والتساؤلات، طيب، بالإضافة إلى تقييمها من قبل البعض وتدقيقها بشكل أكبر لكي يتم تحديد المساحة مستقبلا، وهي المرحلة الثانية من الخريطة. ولكن تقدر يعني مساحة المنطقة الكردية في سوريا بحوالي 10,000 كيلومتر مربع، أي بحوالي مساحة لبنان. هذه إذن المرحلة الأولى، هذا المهم أريد أن أؤكد عليه، طيب، أن هذه هي المرحلة الأولى، واضح، وسيتم تدقيقها واستمرار الدراسة والتواصل. هذه ثمرت 6 أشهر، ربما نحتاج 6 أشهر أخرى لتصدر الخريطة النهائية وستكون دقيقة.
جيد، أنتقل إلى ضيفي في لندن الدكتور جواد الملا رئيس المؤتمر الكردستاني. مساء الخير دكتور جواد، ما رأيكم بهذه الخريطة؟ هل يعني أولا توقيت وضع مثل هذه الخريطة على ماذا يدل؟ وهل هناك بالفعل توافق ضمن الأوساط الكردية على ملامحها الأولى على الأقل؟ أولا تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام، مع أنسني إلى الوضع الحالي في سوريا وفي غرب كردستان، وأحيي أرواح الشهداء والمسجونين والمعتقلين والثوار. أخي العزيز، إن الخريطة التي نشرت من قبل ياسا وصلتني نسخة منها، وهي تقريبا أقل من النصف الحقيقي لغرب كردستان، لأن غرب كردستان أكبر من تلك الخريطة بكثير. فهناك مناطق تم تعريبها، هناك مناطق يعني الكردي اللي اليوم تم تعريبه وأصبح يتكلم اللغة العربية هو يبقى كردي وإن تكلم اللغة العربية. فالأكراد نستطيع أن نقول غرب كردستان تمتد من جبل سنجار على الحدود العراقية وبخط مستقيم إلى جبل الأكراد اللازقية على الساحل السوري. جبل الأكراد اللازقية هم من أكرادنا ومن شعبنا، وإن لم يتكلموا ماشي. أنا سؤالي هو دكتور حول توقيت يعني خروج هذه الخريطة الآن في خضم الأزمة في سوريا، ما هو الدافع، ما هو مدلول وضع مثل هذه الخريطة في هذا الوقت تحديدا؟ ياسا وضعوا الخريطة الآن، ولكن هي الخريطة غرب كردستان موجودة من زمان، وأنا رسمت هذه الخريطة في كتبي، في كتاب السياسة الاستعمارية لحزب البعث السوري في غرب كردستان منذ عشرات السنين. وهذه الخريطة ليست جديدة يعني، وإنما هذا اقتراح جديد من ياسا، وإنما هي الخريطة موجودة، وغرب كردستان جزء من كردستان الكبرى. يعني نقول نحن نقول غرب كردستان يعني جزء من وطن كبير اسمه كردستان. أيوة. طيب. وليست كردستان سورية أو كردستان تركية أو كردستان العراق. إذا قلنا أن هناك كردستان العراق وكردستان سورية وكردستان تركية وكردستان إيران، فأين كردستان الأكراد؟ طيب يعني هذا سؤال متروك للأكراد للإجابة عليه، لا أعلم الإجابة عليه تحديدا، ولكن أنا سؤالي هو حول إيجاد هذا الكيان داخل الدولة السورية التي نعرفها اليوم، ما هو الهدف منه حاليا؟ دعني أنتقل إلى ضيفي من اسطنبول الكاتب الصحفي التركي مصطفى أزجان. أستاذ مصطفى مرحبا بك معنا، كيف تنظرون أنتم في تركيا إلى مثل هذا الأمر؟ أنتم لديكم أكبر عدد من الأكراد في تركيا، ماذا لو قام أكراد تركيا بأيضا إيجاد خريطة لهم لإقليم ربما يكون جزء من دولة مستقبلية، ما رأيك؟ طبعا أنا شخصيا أستغرب من ترسيم هذه الخريطات استباقية، هذه طبعا خطوة استباقية لا بد أن نشير إليها، وترسيمها أيضا من العراق إلى البحر الأبيض المتوسط طبعا مقصودة، وينم عن سوء القصد، سوء النية بالنسبة لمستقبل سوريا، وهم يريدون ربما تجزئة وتفتيت سوريا مستقبليا كما هو رغبة بشار أسد، لأن بشار أسد في الآونة الأخيرة ويلعب في على وتر الشعوبية والطائفية، كان سابقا هو عدو الأكراد، لم يمنح لهم الجنسية لبعضهم طبعا ليس الكل، لبعضهم لم يعطي أي هوية ذاتية أو وثيقة يعني يثبت الذات، ولكن في الآونة الأخيرة بدأ هو والأكراد يتعاونون فيما بينهم، ولكن بعدما قهر المعارضة طبعا النظام السوري بدأوا يبتعدون عن النظام السوري شيئا فشيئا. لذلك أنا أرى أن هذه طبعا خطوة استباقية وينم عن سوء القصد طبعا للأكراد أن يطالبوا
هويتهم الثقافية وغير ذلك، ولكن هذه هي خريطة سياسية، وأيضا هناك إرجاء أو عطف بالنسبة لمعاهدة أو اتفاقية الثورس ألغى عليه معاهدة لوزان فيما بعد. يعني هم يريدون تفتيت الشرق الأوسط من جديد على هواهم على مقاصهم، وهذا يعني هذه الخريطة الجديدة تثبت ذلك. طيب. ولو كان لديهم يعني مطالب محدودة ثقافية، والشعب السوري طبعا يعني يتفاهمون فيما بينهم. وضحت الفكرة أستاذ ليس هناك مصطفى. مشكلة. نعم وضحت الفكرة. نعم. دعني أنتقل بها إلى الأستاذ عارف مباشرة في بون من مركز الدراسات الذي وضع هذه الخارطة. أستاذ عارف، السيد مصطفى في أنقرة في إسطنبول يقول أن الهدف الحقيقي هو تجزئة وتفتيت سوريا، لا بل ذهب أبعد من ذلك ويقول لتفتيت الشرق الأوسط من جديد، كيف ترد على ذلك؟ والله يعني لا أدري لماذا هذه الاتهامات، وما هي يعني إلى ماذا يستند ويحكم على النوايا. لا أدري كيف أنه يستطيع أن يحكم على النوايا ونحن نعرف في عالم السياسة والثقافة نحكم على الأفعال وعلى الأقوال والمواقف، ويحكم على النوايا ويبدو أنه في صدورنا. على كل هذه ليست مشكلتنا، إن هذه الخريطة ليست أي خطر على سوريا. أن المنطقة الكردية موجودة والأكراد موجودون في سوريا منذ مئات، منذ يعني بداية التاريخ، يعني قبل نشوء الدولة السورية في أوائل عشرينات القرن الماضي، الأكراد موجودون في هذه المناطق. هل يستطيع الأستاذ مصطفى على سبيل المثال أن يقول طيب هم الأكراد مثلهم مثل غيرهم؟ أستاذ عارف، هناك الكثير من الأقليات الإثنية والعرقية والدينية موجودة في سوريا، إذا كانت كل فئة من هذه الفئات تريد أن تطالب بإقليم، يعني هذه مشكلة كبيرة. لا عفوا أستاذ مهند، نحن لا نطالب بإقليم، هذا إقليمنا، هذا إقليم منطقتنا نحن. عظيم. هذه الخريطة ما الذي تمثله؟ هذه الخريطة هذه تمثل جزء من الدولة الكردية ثم من حق المستقبلية كشعب حق تقرير المصير. وقال الأكراد، فكما تعرف المجلس الوطني الكردي والهيئة الكردية العليا قالوا بأنهم يريدون حق تقرير مصير ضمن الدولة السورية، وعلى أساس اللامركزية السياسية، أي نظام فيدرالي، يريدون أن يبقوا ضمن سوريا، وهذا يحدد المناطق التي يمكن أن تكون الإقليم السوري، أو إذا كان هناك نظام فيدرالي فإنه يجيب على الأسئلة ويختصر الوقت من أجل المستقبل. فهل يجب أن ننتظر ومن ثم نضيع وقت 6 أشهر أو 7 أشهر حين يحين موعدها؟ فهذه المنطقة موجودة، وهذه الخريطة نقوم بتهيئتها لتساعد الذين سوف يضعون هذا النظام أو يتفاوضون. يعني نحن مركز دراسات ولسنا جهة سياسية، لا ندخل في السياسة نحن. لا، ولكن هذه الخريطة السياسية بامتياز أستاذ عارف كما تدرك، مصدر أي شيء فنعتمد معايير علمية. ماشي. وهذا ما نقوم به في كل أعمالنا ودراساتنا، والمعايير التي قمنا بها كما قلت لك أستاذ مهند، اليوم هناك برامج كمبيوتر وبرامج كثيرة يعني تساعد في هذا العمل. لسنا في العهد السابق حتى نسحب الخيوط والمتر من منطقة إلى أخرى، فقمنا بوضعها بالتشاور مع مختصين، ونحن سندققها وندققها وننتظر أيضا ردود الأفعال. وهناك من ربما يقول مناطق أخرى ليست موجودة فيها، ومناطق ربما نكون قد سهونا عنها أو لم ندري بها، سوف نطلع طيب. أكثر ونتواصل أكثر مع مختصين ومع ناس هناك حتى نضع. وضحت الفكرة أستاذ عارف. الخريطة النهائية. نعم. أود أن أنتقل إلى الدكتور جواد مرة أخرى إذا سمحت لي في لندن. دكتور جواد، الأستاذ عارف يقول إنه هذه خريطة يعني للمستقبل لتوفير الوقت، موضوعة في حال كان هناك نظام فيدرالي في سوريا، فهذا الجزء الذي يمثل إقليم كردستان سوريا. ولكن لماذا نفترض أنه سيكون هناك نظام فيدرالي في سوريا إذا كانت الدولة السورية المستقبلية هي دولة عادلة، دولة منصفة، دولة لجميع مواطنيها؟ لماذا يفكر الأكراد ضمن هذه الدولة بإنشاء يعني كيان خاص بها؟ أخي العزيز، أولا بدي أحب أوضح مسألة جدا مهمة. في كثير ناس بيقولوا نحن من نجزئ العراق، من نجزئ سوريا، من نجزئ تركيا، من نجزئ إيران. هذا الكلام غير صحيح. نحن ما رحنا لسوريا أو لغيرها من البلدان المنطقة مشان نجزئها، بالعكس، سوريا هي إجت لبلادنا، العراق هي إجت دخلت كردستاننا حسب اتفاقيات دولية. نحن ما رحنا لعندهم، هن دخلوا ببلادنا.
يعني كردستان تم احتلالها بموجب اتفاقيات سايكس بيكو وبموجب اتفاقيات لوزان، تم احتلالها من قبل الدول المجاورة. الدول الغربية بهذاك الوقت ما أنه قسموا كردستان وساووها 22 دولة مثل الدول العربية، لا، جزؤوها إلى أقسام وقدموها هدايا حاتمية، هدايا إلى دول المنطقة بدون وجه حق وبدون أن يستشيروا الشعب الكردي. طيب. اليوم الشعب الكردي يزيد عن 50 مليون. هل الشيء اللي يقولوه نحن نجزئ هذا كلام غير صحيح. طيب لماذا يوم 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 فصلوا الجولان عن سوريا ليش ما تجزئ سوريا؟ ليش ما فصلوا يوم فصلوا اسكندرون عن سوريا ليش ما قالوا تجزئ سوريا؟ فصلوا عربستان عن العراق ليش ما قالوا تجزئة العراق؟ بس يوم تجي مسألة المسائل الكردية يقولون تجزئة، ليش ما يقولوا على المسائل الأخرى تجزئة؟ طيب دعنا نتوقف مع فاصل قصير دكتور جواد والضيوف الآخرين، سنعود بعد هذا الفاصل لنطرح بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الإقليم، إقليم كردستان سوريا. هل يرى الأكراد أن الوضع المضطرب اليوم في سوريا يوفر فرصة لهم للتعبير عن هذه التطلعات؟ والسؤال الآخر، ماذا عن لو طالب البعض بإيجاد جيش على غرار البيشمركة الموجودة في إقليم كردستان العراق؟ سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.